شو تذكرتي ملك؟ زهرة كانت هون. وعم تصرخ كتير. ايه، ما قلت لك اني وقعت وقتها من هون بالغلط؟ شو تذكرتي شي تاني؟ ما تذكرت الا هديك اللحظة. ما في شي تاني. مو مشكلة ملك، مع الوقت بتتذكر. يوم كانوا الكل جايين لعند النهر، كانوا عم يدوروا علي. زهرة، فيك شي؟ تذكرت. عم تحكي جد؟ ايه احكي. عزتي، هو كان معي. دورنا على زهرة سوا. ايه مزبوط، جيتوا انتوا وقتها لهون سوا. ماشي، اليوم بكفي اللي عملنا. ليكي زهرة، ملك كمان تعبت وانا لازم ارجع على البيت. يلا. ليش تأخروا هدول؟ رح يصلوا بعد شوي. زهرة ما عم تتحرك من جنب أمها ولا لحظة، بس يوصلوا رح إلهي زهرة. وأنت بهالوقت عطي ملك الإبرة. اتخبى هون؟ معقول؟ اسمعيني، زهرة ما رح تقعد عقلي. خفي إيدك شوي، بعد ما تعطي الإبرة مفعولة منحطها بالحمام لتبين من تحرى. طمني لي بالك، فتحي عين وغمضي عين منكون خلصنا. انتبهي منيح، هلأ في عندها قوة المجانين. ليكي إذا انكشفت لعبتنا هاي وقتها، حتى أنا ما رح أقدر خلصك من إيدين عدنان. انت ريحي لي حالك، هالمرة رح نخلص منها نهائياً وما رح ترجع. اليوم تعبتي كتير، رح جهز لك تختي مشان تنامي وترتاحي. أخيراً رجعتوا على القصر؟ رجعوا هلأ. تخبي فوراً، خليها تجي لشوف. ليش عم تعترضوا؟ فسروا لي بشو يعني هاي العيادة بدها تضركم؟ رح يجوا نسوان وولاد صغار كتير ورح يطوشونا. هارون، شوفي، أنا حرضت كم صاحب دكان هون يا أغا مشان ما يخلوها تاخد الدكان، وقلت لهم إنه الأغا ما بده إياها وما في حدا منا القصر. هارون، ليش ما سألتني إلي بالأول ولا؟ ها؟ يلعنك شو غبي. مشان الله لا تعملوا هيك، هدول نسوانكن انتو وولادكن انتو.
نحن ما بدنا اياكي دكتورة. يلا ضبي اغراضك وروحي من هون. شوفي اغا، كأنه ما ضل محل بالمنطقة لحتى تيجي لهون وتفتح عيادة. انتو ما دخلكن، امشوا. مشكور. كملي شغلك على راحتك. باين في مين عم يكذب علينا. أكيد عدنان آغا مخبي سر علينا، بس لازم نعرف ورح نعرف. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي وينك مختفي؟ ما في شي، بس كان عندي كم شغلة خلصتها واجيت. بس ماشي، إذا لزمك أي مساعدة إلي أنا أخوك. طبعاً أخي، طبعاً أكيد. شكراً. جيب لك شوية فواكه. ما بدي غير إني أطلع على أوضتي. بجيب لك ياهن على أوضتك. ماشي، أنا رح أجيب لك فواكه وبعدين بنقرأ كتاب سوا. تعي لهون لشوف. أنا طالعة لعند أمي. لا تروحي لمكان، لا فاطمة ولا ياسمين بالبيت، ولحالي ما رح أقدر خلص كل شغل البيت. تعي معي ساعديني. بس عمو عدنان قال لي إنه ما أترك أمي لحالها، لهيك لازم أطلع لعندها. ماشي، بتروحي لعندها بس تخلصي شغل معي. أمك ما رح تهرب، في كم كيلو بطاطا بدهن تقشير. يلا يلا تعي، خلينا نقشرهن بسرعة. تعي يلا. هارون، خير جلال؟ شوفي من وش الصبح. خير، ما في شي بنوب، قلت لحالي بيجي وبتطمن عليك. لوين رايح انت وليش مستعجل؟ والله كنت رايح المخزن، بدي طالع بضاعة. لك هاد ابن منصور ما كنا نلاقيه ولا بأي طريقة. الآغا ما قصر، والله يسلمك انت كمان ما قصرت، تعبناك معنا، بس كأنه مو شغلة سهلة انه نلاقي هداك الزلمة. ايه والله مزبوط، نحن دورنا عليه منيح بالضياع، وكمان عرفنا انه اسم مرته الاولى كان صفية. حاولنا كتير بس ما قدرنا نلاقيها. اكيد رح نلاقيها، رح نلاقيها، إلا ما يكون حدا بيعرفها. شو كان اسم هديك الضيعة؟ أوغلوكوي. أكيد بتكون المخلوقة ماتت، يعني بما أنه ما حدا بيعرف عنا شي بنوب. بالنهاية المنطقة صغيرة. إيه ممكن، صحيح. ماشي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، بخاطركم. أيوة، معناها أنت مخبي عنا شي يا عدنان آغا، ما هيك؟
تعي شوفي. يا سلام قديش هون حلوين. ليكي مرت عمي شو حلوين. حبيب قلبي جمال رح يكبر ورح يلبس كل شي عن قريب كتير. فاطمة مناخد هدول؟ ايه مناخدهم ست لورين. انا شوي وبرجع. عدنان هدول الرجال هون. اي رجال؟ جلال ورجاله معه شبين مو لحاله هالمرة. يا روحي هذا تردم منو اي شغلة بسيطة، اول ما يعرفوا رح يقوصوك فورا. روحي انت خلاص من هدول الجماعة. لا تاكلي هم، بعرف شغلي معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين، تفضلوا. أهلين فيك. نحن شفنا هارون بالصدفة هلأ، حكالنا كم كلمة. عم يقول في ست بهديك الضيعة هنيك اسمها صفية. مرت منصور الأولانية. شغلي غريبة ما هيك؟ معقول ما عندي خبر بهالشي؟ قلت إذا في حدا بيعرف هالشي فأنت يا آغا، لهيك جيت لتساعدني. ليك جلال، ما منعرف بنوب وعم ندور لهلأ. بس شوف الزلمة رح جيبه لعندك. انت ما بتثق فيني؟ ليك انا ما بثق بأي مخلوق. انا عملت اللي علي ووفيت بوعدي إلك، جبت لك زهرة من آخر الدنيا، لهيك بدك توفي بوعدك. إذا بتحاول تلهيني كمان بوعدك رح تندفن تحت التراب حتى قبل ابنه لمنصور. وهلأ بخاطرك. دخيلك يا ابني، هالزلمة مانو حدا عادي ابدا، شكله ما رح يتركك بحالك، وبالاخص اذا دري انك خبيت عليه وانه اللي عم بيدور عليه بالاصل هو انت، وقتها ما بتعرف شو رح يصير. ما رح يصير شي بنوب. في زبون رح شوفه، عن اذنك. يعطيك العافية. أهلين زينب، الله يعافيكي. عادي لنشرب شي مرة تانية إن شاء الله. حكيت مع نيرمين اليوم، رح روح شوفها هلأ. بالله كيف كان صوتها؟ منيح يعني؟ رح تكون منيحة، أنت لا تاكل هم. زينب، ليكي زينب، بعد إذنك أعطيها هدول، بس أرجوكي لا تقولي لأنهم مني منشان ما تزعل. ماشي. عزت، اليوم صار شي غريب شوي. عدنان شو بو؟ حكى أي شي ضايقك فيه؟ لا لا بنوب، لا بالعكس، إجا ودافع عني قدام كم زلمة من السوق معترضين على فتح حياتي. الزلم اللي ما كان يطيقني من كم يوم ركض لحتى يساعدني. أنا بصراحة ما فهمت ليش تصرف معي هيك.
لك خلاص افهم علي، انت ضيفي لا تحكي الهم المصاري، اليوم كل الحساب علي. هيك شي يعني. محمد بحكي معك بعد شوي. تعال شوفوا لا عود هون. نسيان انه نحن في حسبة صغيرة بيناتنا؟ ايه بس يا شباب شو عم تعملوا؟ روقوا شوي. بدي مصارية دين القمار ولا اصحى تكون نسيته. بظن شباب انه صار بيناتنا سوء تفاهم. انا اصلا كنت رح اجي وجيب المصاري معي، ما في داعي تيجوا لهون مشانه. جرب ولا تدفعون، وقتها بتعرف منيح شو رح يصير. لا انا رح ادفع، هذا وعد. انتحيتي وليه؟ شو عم تعملي؟ بعدي عني؟ والله لموتك. لي خلص تركيني. يا شباب لا تعملوا هيك مشان الله، أنا وعدكن ورح أوفي بديوني، ليكو ما حلوة هيك قدام الناس. ليش عم تعملوا هيك؟ ولك شو عم تعمل أنت وياه؟ لا تاكل لهم أخي، ما في شي، الشباب كانوا ماشيين هلا. ليك أخوك علي مديون إلي وبدي مصارية، ماني ماشي من هون قبل ما أخذهم. دين شو هاد؟ دين قمار. ماشي تعتبروا دينكن عندي قد ما كان بدفعوا 35,000. 35,000؟ ماشي بس لازم تعطيني شوية وقت، بأمن المصاري وبخبرك فورا. إن شاء الله ما تأمنون. يلا لوين زهرة؟ بدي أشوف إذا أمي نامت ورح أرجع فورا. لا تروحي هلأ، خلصي شغلك بالأول. بدي أبعت الأكل على الفرن، ما عندي وقت استناكي. تركيني مشان الله. شوفي رح تنشلي لفترة قصيرة، وكمان رح تسمعي كل شي عم بيقولوا. انت رح تحسي بكل وجع، شوفي حتى وجع الموت
رح تعيشي لحظة بلحظة. بس كل الناس رح تعرف كيف إنه ملك المجنونة موتت حالها. رستم، وجعوني ايدي، ما بتعرفوا تجوا تساعدونا؟ يلا خلونا نمشي. غانم ضل لحاله كل هالوقت الطويل، اكيد بيكون جاب. لك تذكرت كأنه في كيس ناسيانينه بالدكان، روحوا انتوا وانا بجيبه بلحقكم فورا. رستم بجيبه، انت قولي له اي واحد وخلص. لا لا، ما رح يعرفوا للكيس، هلا روحوا انتوا يلا. ايه مثل ما بدك. البقرة. بعد رجالك شوي، بدي أحكي معك كلمتين. إيه عم شو بدك تحكي؟ اللي عم بتدور عليها بتكون أنا وابن منصور بيكون ابني أنا. مات وهو صغير، لا تدور وتضيع وقتك على الفاضي. أخي علي، أنت لا تقلق، أنا رح أدفع ديونك، بس أنت كمان لازم توعدني أنك ما بقى تلعب قمار بنوب. ما بدي إياك تلعب دور أخي الكبير، بقدر أوفي ديوني لحالي. أنا والحمد لله ماني بحاجة لحدا. يا علي، أنت ماشي بطريق غلط. شو اللي صاير؟ ما في شيء أخي. علي، أنت منيح أخي؟ إيه منيح. أنت شو عم تخبز كمان؟ لا تخلط مشاكلنا بهاي القصة. في كم سرسري طلبوا أتاوي من علي، بعدين أنا أجيت لحتى ساعد أخي. إيه نهاية المشوار يا خانو. شبك عم تزوريني وليه؟ جنيتي على حالك، كم مرة أنا ساعدتك؟ قليلي.
كم مرة قلت لك لا تضلي وروحي من هذا القصر؟ ما رديتي. إيه المي لازم تاخد مجراها. مشان تعرفي قيمتي ليكي عم حممك قبل ما تموتي. ألو؟ كيفك أنت منيحة؟ إيه منيحة، شو بدي أعمل؟ ملبكة بغاني. إيه؟ لا لا ملقح دائماً. أنت شو أخبارك؟ مبروك، إمتى جاية؟ إيه منيح منيح. ماشي. لا لا شو هالحكي؟ إيه منجي طبعاً حبيبتي منجي. مع السلامة ملك. طيب يلا. وعليكم السلام، وسلمي لي عليه كمان. زهرة؟ 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 مرت عمي؟ ركدي زهرة، عم بتدور على ملك جوا.
ليش عم تصرخي؟ أمي ما أنا موجودة بالأوضة وما عم ترد علي من جوا بنفسي. معقول ما عم تسمعني؟ ايه عم تتحمم المسكينة، من وين بدها تسمعك؟ قالت لي إن رح تنام لأنها تعبانة. بتكون غيرت رأيها وقالت بتحمم وبعدين بنام. يلا روحي انتي هلأ وجهزي غراض أمك. ما عم تسمعني من صوت المي؟ طبعاً ما بتسمعك من صوت المي. يلا روحي مثل ما قلت لك، جهزي منشفتها وتيابها وغياراتها مشان ما تاخد برد بس تطلع. ماشي؟ ماشي، أنا رح أروح أكوي لتيابها كمان. رح تتحسن، رح ترجع كمان تقلي يا بنتي. رح أعمل كل شي مشان هي تطيب. بكون انقطع نفسها هلا. الكل رح يفكر انه ملك انتحرت بسبب جنانه، واخيرا رح نخلص منها. ألو؟ ألو زهرة؟ أنا خالتك زينب، كيف صارت أمك؟ طمنيني. منيحة خالي زينب، اليوم طلعنا شوي لبرا، تمشينا على طرف النهر. هي تذكرت قصص صغيرة، بس لسه مو كل شي متذكرته. ما رح تتذكر كل شي دفعة واحدة، بس شوي شوي رح تتذكر إن شاء الله. خليني أسمع صوتها، أمك جنبك؟ لا، هي بالحمام. طيب طيب، معناتها برجع بتصل فيكن بعدين وبحكي معها. إذا بتحبي بروح بقلها خالي زينب، بجوز خلصت إلى زمان. أمي؟ أنتي لسه بالحمام؟ خالي زينب معي على التليفون وبدها تحكي معك شوي. مو مشكلة حبيبتي، خلص أنا بحكي معها بعدين. أمي؟
انت لساتك جوا؟ زهرة شو عم تساوي هون؟ ما فيك تخلي المخلوقة ترتاح شوي؟ تركيها تتحمم براحتها، كل الوقت حايمة حواليها، تركيها بعدين بتخنقيها لأمك من الضغط. أنا لأن الخالة زينب حكت. روحي كملي كوي. ألو خالة زينب، أول ما تطلع من الحمام بتصل فيكي وبخليكي تحكي مع ماشي. ماشي حبيبتي، حاكوني اليوم أو بكرة، أنا بمرق لعندكن شوي. أنت بدك مني شي؟ هاي مي. أمي 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 أمي. تتفرجي على كل هارمانلي لآخر مرة من فوق وانتي طايرة. زعلانة لأنه رح تبعدوا عني، بس كمان مبسوطة مشانكم. كوني متأكدة مو أدنى، رح يكون أول يوم من عيشه، رح نبلش أنا وبنتي حياة جديدة. إن شاء الله يكون كل شي على قد نيته. سامحيني، كنت مجبور ألعب هيك لعبة مشان تقدروا تهربوا. أمي قديش رح نمشي لسا؟ أمي والله ما بعرف، تحملي كمان زهرة، رح نرتاح بعد شوي. أمي ما أمي 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 أنت منيحة؟ إيه يا روحي. إيه ملك خانم، خايف يمر شي حدا من هون، لازم نمشي بسرعة. زهرة ماني قدرانة، أنا ما فيني كمل الطريق، روحي أنت. أمي يلا زهرة تعالي. لا اتركني. يلا زهرة يلا. لا أمي أمي افتحي لي الباب دخيلك. أمي افتحي لي الباب دخيلك. زهرة زهرة أنت عم تسمعيني؟ أمي افتحي لي الباب دخيلك، افتحي. زهرة شو عم يصير عندك؟ افتحي الباب الله يخليكي. زهرة شوفي ردي علي. المفتاح المفتاح مانو بالباب. لكن وينه؟ المفتاح مانو بالباب. المفتاح معنا بالباب. يلا عمال مرت عمي شوفي شو هالصوات. زهرة زهرة انتبهت على المي بالحمام وعم تحاول تفتح الباب. أمي ايه شو رح نعمل هلأ؟ بلكي ملك ما ماتت. المي وصلت على الكوريدور، لا تخافي أكيد بتكون ماتت من زمان. أمي أيها عشق سنة جلدي أمي.